مرحبا بك خليل، طبعا مره اخرى رحبوا بك في امبيونس فين برنامج كافي سبور. خليل، يعني السؤال الاول اللي تطرح، انت كنت متابع لمسيره المنتخب الوطني الاواسط وتعرف ربما الخفايا وتعرف شنو فما بالضبط، يعني شنو تقييمك للمشاركه نتاع المنتخب الوطني، خاصه قاعدين نسمعوا في كليشيات نتاع مشاركه ولا نتيجه مشرفه خروج مشرف في اول مشاركه، وكل معنى الكليشيات اللي ديما نسمعها اللي باش نغطيو بها معناها على النقائص نتاعنا. والله بصراحه هي اول حاجه نتيجه باهيه، معناها اول مشاركه الوصول النصف النهائي نتيجه باهيه. ان شاء الله نكملوا، معناها المركز الثالث يكون على الاقل ما نمحو الصوره السلبيه اللي ظهرت في مقابله هولندا اللي محات كل الايجابيات واكدت زاد السلبيات اللي كانت ظاهره وللعيان منذ معناها التصفيات بشق الانفس كما يقولوا، معناها ترشحنا ترجحنا قعدنا نستنى الدقائق الاخرى، قعدنا نستناو الدقائق الاخرى معناها ما حاولناش بصراحه باش نصلح، ورغم بكل صراحه الجامعه وفرت كل مستلزمات النجاح غير لرمي للورود، معناها طيله عامين تربصات ومقابلات وديه ولهوه كبيره برشا. معناها نجم نقول ان النتيجه هذه هي معناها ثمار العمل مع المستوى الفني، المنتخب عانى من مشاكل كبيره وكبيره ياسر على المستوى الدفاعي، انحلال كبير على المستوى الهجومي، مشاكل بالجمله، معناها ارتهان كبير للكرات الثابته. والنقطه المهمه معناها حسب رايي اللي عاقت المنتخب هي عدم توظيف اللاعبين على النحو الاكمل. نواه نتاع المنتخب ظهرت في البطوله العربيه وفي كاس شمال افريقيا، نواه معناها من لاعبين محليين، الاستنجاد بلاعبين من اوروبا ما كانش بصراحه ما عطاش نتائج. خلينا معناها نقولها بكل صراحه، معناها يمكن اقحامهم ما كانش تدريجي، يمكن معناها سوء توظيف في بعض اللاعبين معناها، وهذا ظهر جليا في المقابله الاخرى. الحارس رغم انه يمكن امكانيات ممتازه لكن عمل اخطاء كبيره، زوز اخطاء خاصه زوز اخطاء تاع الهدف الثالث والهدف الرابع. الدفاع معناها ما بصراحه اخطاء كارثيه، في الهجوم نبيل مقني وحسن العياري ما يفوتوا حتى شيء، اولادنا معناها هم كلهم اولادنا، هم ما يفوتوش مثلا فاروق الميموني ولا حمدي العبيدي ولا عديد العناصر. على كل المشاركه معناها يلزم ما نكتفوش، انا ترشحنا، يلزم متابعه مواصله العمل، يلزم اللاعبين يحطوا ساقيهم على القاعه. انا نذكر معناها عام 2013 منتخب لصغر مع سي عبد الحي بن سلطان، معناها منتخب وصل لكاس العالم الدور الثاني، لكن من بعد معناها دخلت فيها الفيسبوك والنجوميه والوكلاء اللاعبين وهذا هو ماشي والوساطات ولا معناها افرت عليهم. تو المنتخب 2000 منتخب 2013 منتخب لصغر حتى التكوين نتاعهم ما كملوش. خليل برد، فما سؤال نحب نطرحه، معناها تو انت قلت لي في بدايه المداخله نتاعك قلت لي انه النتيجه يعني تعد ايجابيه مقارنه باول مشاركه والنجم ناخذ المرتبه الثالثه، لكن نشوف خليل يعني تعودنا في الكره التونسيه انه نقارن رواحنا بمدارس اخرى، يعني نقولوا كامرون، نخافوا من مالي، نخافوا من غانا، نخافوا من نيجيريا، اما صراحه يعني نخسروا مع منتخب افريقيا الوسطى ونخسروا بهزيمه عريضه مع المنتخب الاوغندي، يعني ما احترامنا لهذه الدول، هذه حتى في كره قدم ماهيش مدارس كبيره وما عندهاش تاريخ وما عندهاش سجل، يعني كي نقولوا اوغندا ما عندها حتى شيء، نقولوا افريقيا الوسطى ما عندها حتى شيء، ربما احنا كان خسرنا مع منتخبات يعني اللي عندها تقاليد في كره قدم كنا نجم نقولوا والله هزيمه ممكن تتقبل، اما يعني اداء المنتخب الوطني صراحه في النهائيات ما كانش اداء ممتاز، يعني بالنظر والله كنت اسمع فيك تحكي بكري على حكايه ثوره وما ثوره. سي مروان خلينا نكون واضحين، تجاوزنا الزمن في كل شيء، منتخبات جنوب القاره وغرب القاره وشرق القاره كلها تطورت وكلها تخدم وكلها لا العمل القاعدي وكلها تشوف انت البنيه التحتيه تشوف كل شيء. صراحه انا بطولات الشبان متوقفه. فاتونا على كل شيء بالضبط، معناها التحضيرات تو هما لعبوا في ديسمبر، من ديسمبر معناها عملوا ستاج قبل التورنوا بجمعه، زيد حاجه اخرى معناها تو شوف بوركينا فاسو المستوى ما كانش خايب، المغرب المستوى ما كانش خايب، ديما عندنا الاستسهال وديما عندنا الغياب الحضور الذهني، معناها هو ديجا الكوتش كانتاري ما نحكي عليها قال ان شاء الله ما تمشيش معاهم الحكايه هذه حتى وقت فهمتني.
انا بصراحه معناها منتخباتي كلها طورت، راه انت تشوف حتى في تصفيات كاس افريقيا في الاكابر تشوف قعدنا كان احنا في مازلنا ما تطورناش، قاعدين نوخروا ديجا مش حتى في بلاصتنا، وهذا ربما يعمل اشكال كبير. اكيد على كل حال رانا كي نتكلموا هكا احنا نحبوا الخير للمنتخب الوطني ولمنتخباتنا، كنا نتمنوا ان تكون الامور افضل على كل حال. ونشكر اللاعبين وسامحني نشكر اللاعبين والاطار الفني انا وان شاء الله يكملوا هيك، مازال هي مرحله، هي مرحله في التكوين، ان شاء الله ما تصيرش عمليه حرق المراحل. هو الاهم التقييم، هو راهو التقييم اهم حاجه، الاهم حاجه هو التقييم، لانه اذا كان باش نقعدوا نهلوا معناها معناها كي قلت راني نعرف شنو نحكي خليل، لانه فما اطراف بعد باش نرجعوا من موريتانيا باش نبداو نحكيو، فما ناس تبدا تحكي في تهلل معناها للمشاركه، راهو الاهم من المشاركه اللي عملناها هو ان نعرفوا كيفاش نقيموا، نعرفوا كيفاش نقيموا اخطائنا ونستفادوا على الاقل من المشاركه هذه في الاتجاه الايجابي، ما نقعدوش يعني نبكيو على الاطلال ونقعدوا نحكيو ديما ان احنا الافضل واحنا ومعناها وهنا شاركنا اول مره وصلنا نصف النهائي خذينا مرتبه ثالثه، ان شاء الله اكيد ناخذها المرتبه الثالثه، لكن على كل حال ان شاء الله نتعظم الاخطاء نتاعنا. قبل ما نرجع لك سي محمد نرجع لزميلنا خليل حاج علي، لانه خليل عنده موضوع يحب يتفاعل فيه. طبعا خليل مرحبا بك مره اخرى. مرحبا بك خويا مروان، بربي يسمعكم. اول حاجه كل التضامن معاكم على حكايه المنع من دخول الملعب واللي هي ولت مأساة، سوى اللي عندك كارثة للي ما عندهش، انت تعرف الملاعب تونس العاصمة اكيد خليل طبعاً. اكيد نعرف واجهنا برشا صعوبات قبل ومازلنا نواجه فيهم تو. ثم نقطة أخرى مهمة معناها على حكاية الدخول الجماهير، مقابلة النجم ونادي الصفاقسي اللي يوسف السراري أصر على تطبيق القانون. تطبيق القانون بعدها معناها رينا برشا ناس تلوم فيه كيفاش طبق القانون، لا وخرت ربع ساعة وأربع دراج معناها الحكم. خليل باش نقاطعك، هدف التعادل للنادي الإفريقي في ملعب أحمد خواجة بالمهدية ربحتك يا سي، مازال سي محمد مازال ما فواحد شيء، الماتش مازال ما كملش، اكيد خلينا نرجع لك. معناها حتى الحكام معناها امام الحمله هذه معناها كيفاش يوسف السراري اصر تطبيق القانون، حتى الحكام ما عادش يعرف شيء. هو الاشكال بالضبط، هو راهو اسمعني تو احنا كي تكلمنا على وليد الجريدي هو في نهايه الامر الحلقه الاضعف ديما الحكم راهو، لكن راهو اللي قاعد يصير تو في ملعب احمد خواجه يعني انفلات كبير برشا، عدد كبير من الجماهير في كل ملاعب، هو راهو في كل ملاعب صراحه. انما اللي يهمنا في هذا الكل احنا انه من يتبجح بتطبيق القانون قاعد يطبق في القانون حسب الاستثناءات، وهذا هو اللي قلقنا اكثر خليل، لانه كما قلت معناها الصحفي اللي معناها يتعب ويمشي باش يخدم يتم منعه من الدخول الى الملعب، في المقابل انه الجماهير قاعده تدخل بجميع اطيافها تقريبا، وهذا هو اللي قلق. ويظهر لي انت قلت الحكم هو الحلقه الاضعف، انا يظهر لي الصحافي هو الحلقه الاضعف في المنظومه. لا احنا متفاهمين بالنسبه لنا احنا في المنظومه نتاع كره قدم، راه الصحافي هو الحلقه الاضعف، وانت تعرف قداش واجهنا وقداش مازلنا نواجهوا في صعوبات في الملاعب، لانه الى حد الان السلطات المختصه ما حبتش تتعظ من التجارب الاجنبيه، من المفروض قلنا لهم قداش مره يلزم يتم التنسيق مع وزاره الداخليه يعني لتكوين فرقه مختصه بالملاعب اللي تكون تعرف ما لها وما لا وما عليها، وتعرف تتعامل شويه على الاقل مع البطاقات ومع التكاليف ومع الوثائق القانونيه اللي تمنح، باش على الاقل يصير اقل احتكاك مع رجال الامن، لانه كما قلت نذكر رجال الامن هما اخوتنا ومعناها ولاد خالاتنا واصحابنا، مانيش باش نعمم، لكن فما تصرفات مازالت شاذه الى حد الان. وربما الاخطر خليل وكنت قلته بكري من انت سمعتني ولا، انه رجل الامن قال بالحرف الواحد انهم جاتهم تعليمات لمنع فريق امبيونس اف ام بالذات، يعني هنا الامور ولات فيها قصد. على كل حال احنا مازلنا نستناو في رجل الامن هذا باش يعطينا شكون اللي اعطاها التعليمات، مازلنا شادين فيها صحيح الحكايه باش نتبعها، نحبوا نعرفوا شكون بالضبط اللي اعطاها التعليمات، هل انه وزير الداخليه، هل انه رئيس حكومه، رئيس جمهوريه، مانيش عارف بالضبط من الامم المتحده شكون اللي اعطاها تعليمات بالطريقه هذه باش تطبق، وعلاش رجال الامن ما طبقوش التعليمات فيما يتعلق بمنع الجماهير من الدخول الى المدرجات. ومن حقهم هذا باش يطالبوا شكون، معناها لان إذاعة جهوية ومعناها ومستقبل الرجيش هو الفريق الوحيد الممثل ولاية المهدية، من حقهم يتبعوه، من حقهم
تصريحات النقل المقابله. على كل حال احنا في اطار القانون، احنا ما طلبناش اكثر من اطار القانون، لكن كما قلت قانونين على الاقل وقت اللي باش يطبق القانون طبقوا في على الناس الكل دون استثناءات. كما قلت مش نقاو جماهير قاعده تدخل بالمئات، ربما حتى مش بالعشرات في المقابل، معناها نقاو الصحفي يمنع من اداء واجبه. خليل مانيش عارف اذا كان مازال عندك مضيف في ختام المصافحه. شكرا جزيلا على على الدعوة وإن شاء الله موافقين. شكرا. طبعا نذكر خليل الحاج علي زميل بجريدة الصحافة كان معنا مباشرة من تونس، يعني بعد ما علقنا الهاتف هو حب يتفاعل في النقطة متعلقة بدخول الجماهير الملاعب.